ولنعلم أن مكافحة المخدرات هي أولاً وقبل كل شيء واجب شرعي يحاسبنا عليه الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة. هو واجب شرعي لأننا أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وبطبع الحال كما يقول علماءنا الأجلاء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الأمور الأساسية جدا في الدين. وإذا غابت هذه غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فبطبع الحال المجتمع توقع فيه كل شيء، توقع فيه الفساد، توقع فيه الانحراف، كل شيء. نشكر باسمكم جميعا ضيوفنا الذين جاءونا من الجزائر العاصمة، ونحن بطبع الحال وهم كذلك وعدونا أن يكونوا معنا ربما بعد أشهر، ربما السنة المقبلة إن شاء الله، ليقيموا مثل هذه الخرجات. وربا كذلك على الإمام، نحن مثلا في جمعية النصائر وفي التعاون الحديث مع الاتحاد الطبي الجزائري الذي قام بمجهودات كبيرة جدا منذ السنة الماضية في تنظيم ملتقيات علمية، ويعود له الفضل الأول في تنظيم هذه الملتقيات العلمية. كان هناك ملتقى حول ذات السكري، كان هناك ملتقيات كثيرة جدا أرساها، ويعود فيها الفضل للأطباء ولاية البواقي وخاصة مكتب ولاية البواقي في تنظيم هذه الملتقيات العلمية. إذا نحن سننطلق إن شاء الله في قافلة، وغدا عندنا موعد في كان عندنا يوم الاثنين الماضي قافلة بالتعاون مع مديرية الأمن، قافلة جابت الشوارع الرئيسية لمدينة البواقي. غدا عندنا قافلة في الجهة الأخرى لولاية البواقي لأنه ما تنساوش الولاية تاعنا راهي كبيرة. عندنا غدا محاضرة حول المخدرات وجولة وقافلة في مدينة هنشيرة المغني التي تقع بالقرب من عين كرشة، وسوف ننظم بعد ذلك قوافل في الجهة الأخرى عين بيضة وبريش إلى آخره. نحن نجتهد، جهدنا قليل، ولكن نأمل أن الله سبحانه وتعالى يتقبل هذا الجهد، ونحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على الأسباب، على بذل الأسباب.